خلاص مات 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 مات. انت كويس؟ البنطلون اتبل. انت كويس جويكا؟ البنطلون بينقط. ايه المايه دي؟ واخد بالي واخد بالي واخد بالي. دي احلى سمعتها في حياتي حرفيا. انا ممكن اقعد كده يعني الفيديو كله يبقى ان احنا كلنا بنسمع المزيكا التحفه بتاعت اللعبه دي. والله احلى حاجه في اللعبه حرفيا المزيكا دي. ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم ايه الاخبار يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنلعب مع جامايكا لعبه هانت شو داون. اللعبه دي صعبه جدا ومتره جدا. جامايكا لسه جديد في اللعبه لانج، وانا كنت بقالي فتره بلعب في اللعبه دي ومش عارف ايه. اللعبه صعبه زي هي باتل رويال وفي وحوش وحاجات زي كده، هشرح لكم وانا جوه بلعب يعني، وتشوفوا الموضوع دوت احسن. اتمنى لو الفيديو عجبكم من دلوقتي نوصل الفيديو دوت ل 500 لايك. الموضوع مش صعب، ويا ريت يا ريت يا ريت ندعم اللي في الفيديو دوت جامد علشان انا قربت على ال 5000 سبسكرايبر. خلاص فاضل لنا 200 صب ولا حاجه، ف يا ريت بقى شير او اعمل سبسكرايب. شوف بقى فيديوهات الفيديوهات هتعجبك حاجه كتيره جدا، وان شاء الله في فلوجات جايه وفي انبوكسنج للماوس جاي وفي ريفيوز للافلام اللي جايه الجوكر والكلام دوت، فهتعجبك القناه. فيلا بينا نشتغل عليكم ونخش على الفيديو. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا جماعه؟ يا جماعه هو الويرد سيستر وانا البون دكتور. اوكي، فكره اللعبه ان احنا المفروض بنخش يبقى في وحش او وحشين على حسب حظنا في الماب. المفروض انا وجمايكا نروح نموت الوحش دوت وناخد يعني ناخد روحه ونهرب بيها من الماب قبل ما الهانترز او الناس اللي زينا داخلين بقى يعملوا نفس الحاجه انهم يقتلوا الوحوش دي. اللي ياخدها الاول ويهرب من الاخر يعني، او اللي يموت الثاني. فانا وجمايكا طبعا انا هو يعني ليفلات عاليه زي ما انتم شايفين، انا ليفل 1 في الكاركتر بتاعي هو ليفل 3. فان شاء الله هنخش نخلص الدنيا ونقتلهم كلهم. لا استنى اقول حاجه للناس كمان، ان احنا دلوقتي لو الكاركتر بتاعي مات انا الكاركتر بتاعي بيروح خالص بكل الاسلحه فيه كل حاجه. جامايكا ممكن ما يخسرش حاجه لان هو لسه ما عداش رانك 10. لما بيوصل رانك 10 اي كاركتر بيلعب بيه ومات بيه جوه اللعبه بيخسر فيه كل حاجه. فجامايكا دلوقتي الويرد سيستر بتاعته مش هتروح في حته، انا اللي هتاذي جامد لو مت. عشان كده جامايكا هتكاريني ولا مش هتكاريني؟ عيب عليك يا زميلي، ده انت جايب جامايكا في ايه وانا بيستي؟ اه يا جماعه ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ اتخضيت يا عم. والله اتخضيت انا كمان. زي ما انتم شايفين يا جماعه البتاع اللي قدامنا دي بالظبط دي، لما ادوس اف كده ده كلو، ده حاجه كده المفروض بنروح عليها. اه الكلو دوت يا جماعه المفروض بقى بنروح عشان نعرف مكان الوحش. استنى صح ولا ايه؟ بص دي سيدات زومبيز بيموتوا كده اهو. والله كانت هتيجي فيا انا. ماشي تعال جوه. انا هخش اخش يا فوق. اه في عمو كبير جوه، اضرب معايا ديلو. عاش وحش. انا باخد التالي. ماشي في ناس على شمالنا، في حد عندك بيصد جوه صح؟ في ايه؟ يخرب بيتك يا نهار اسود. انا عمال بدور هو مين طلعت هي. اخرج اخرج. شوف 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 بيجري ورا بيجري ورا. شوف 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 لا احرقك. انا عمال ادور قلت يمكن الوحش مثلا. ماشي ماشي. لا في على يمنا على يمنا، في هناك في ناحية دي برضه. جاي 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 جاي. يا نهار اسود. ماشي في كلو قدامنا على الشمال يا جماعه. ايه ده هو فين؟ دور البتاع يا عم. ماشي استنى 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 خلاص لقيته لقيته. اوه يا نهار اسود. ابعد عنه. موت يا كلب. بتضرب بالميلي بس يا جدعان ده. ده لو فهمت ضربته بس بأي حاجة هيولع. هو فين البتاع تحت اهي؟ انا ايه اللي عملناه ده؟ في نلفه كبيره فشخ على الفاضي. ماشي 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 معناها كده اتنين. اوه ده السبايدر جوه. بص فوق كده، بص دوس اف ودوس بص فوق او بص على النايت فيجن. بص فوق جوه ده كان بيفايتوه اصلا. نستناهم يخرجوا. هي المخارج فين؟ المخارج ورا. خلي بالك عشان ممكن بالك في حد يجي لنا. اهو اهو اهو. فين 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 فين؟ ضربني مين مين مين؟ فوق 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 فوق. ماشي انا خدت طلقة. ماشي 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 سيبه. هو تقريبا واحد بس. اوه شي انا بهيل. مت يا جماعه ولا ايه؟ مت. اه ادهالي واحدة اصلا. طالما ما بيوصلش يا والله. اطلع يا انا اقومك يا جماعه دلوقتي. طالما ما بيوصلش اقسم بالله. وات
ما بيوصلش طالما ما بيوصلش. معاك حاجه سلاح تاني؟ ايه انا السلاح التاني اللي معايا شات جن. ايه يا اختي الكاركتر روح. حسبي الله ونعم الوكيل. ها مساء الخير يا فندم. استنى مساء الخير يا فندم. استنى لف معايا بقى غبي. واحد يلا واحد اثنين ثلاثه. السلام عليكم. كيف يا فندم؟ ازيك حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عندكم عضم نتكلم كويس؟ الجيم بدا يخرب بيتك نهار اسود. مش ممكن بقى مش ممكن. تعالى مش ممكن بقى على الحياه الكاوبوي. لا اله الا الله. ايوه لا اله الا الله يا عم. انا هاكلوا لي هناك ده. ايوه لا اله الا الله. مش ممكن بقى على الحسينه اللي متقطعه نصين جزل دي. جو السسبنس رهيب جدا. اتابعي انت فين؟ اتابعي في غيبان اروح لها. استنى عشان انت استنى تابعي جه استنى. تابعي ميت خلاص. يا نهار اسود. ايه 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 يا ابني. خلاص مات 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 مات. انت كويس؟ البنطلون اتبل. انت كويس جويكا؟ البنطلون بينقط. ايه المايه دي؟ واخد بالي. تعالى تعالى. فانت احلى جامبس كده هتجيلك دلوقتي انت جوه. يخرب بيتك يا ابني. ابطل انيمال ابيوز يا ابني. اصحى انت اللي زفت يا نام. ده يا جماعه المكان ده مفتوح ممكن يبقى في حد هنا. اوه ايه ده؟ انت ضربت؟ لا في كلاب. ها في كلاب. اوه في حد. فين ضربت ضربة؟ جول بيت جول بيت جول بيت. السلام عليكم. انا دخلت يا جماعه. فوق ولا تحت؟ فوق. موت وداك في صاحبه تاني من جوه تقريبا. اهو اهو ضربته. عاش جمايكا. طب ماكش ممكن في حد تالت. في حد ممكن يبقى في حد تالت. هيل اقعد جنبه هيل وانا احميك. تعرف في عندي 100 كيت هنا لو عايز. في كلاب تحت لازم ننزل نموتها. تعال نطلع من الباب الاولاني. خضتني يخرب بيتك. قضيتني. قضيتني ايه؟ انت شفت الجامب سكير ده طلع امتى؟ عد تحت. ها عد ولا كلب؟ عد تحت على شمالنا. خليك انت من فوق بس من فوق. خليك بس من فوق وانا بس من تحت. بيجي هي بيبوش عليا بوش عليا بوش عليا بوش عليا بوش عليك من ايه؟ عندي حني. جبتو؟ هو اللي بيبوش عليا منين؟ انا مش عارف منين بالظبط. احنا في كذا اتجاه بي عمال اقول لك فوق جنبي في الباب. انا عامله ريبورت. صارت ال 1200 دولار. واحد اثنين ثلاثة. ايه ده رندرت ولا الجيم بدا يا عم الحاج؟ يا نهار اسود. الميه نظيفة ولا؟ بيور. ايه ده؟ في حد جوه. مات؟ واحدة ماتت؟ أنا ولعت فيهم تقريبا. هو بياخد دامج. بيخطبوط ورايا. يا نهار اسود. ماتوا ولا ايه؟ مش عارف. لسه. يا نهار اسود. ده جوه معش تجنن. تخش ما تقربلوش. عاش جامايكا عاش جامايكا. This is my man. انت بتعلي نفسك ولا ايه؟ طب اوكي هي نفسك يا عم البتاع. This is my man guys. This is my backup. I trust him with my life. بقول لك ايه، يعني الحالات دلوقتي مش شايف انا هيل نلوته خلاص. هيحرقك. بقول لك انا فلقيت يعني بقى 4 يوم الباب بيفتح فاهم. هو اتفضل يا حبيبي. الميه نظيفه؟ لا مش نظيفه. اجري بسرعه. ساقعه؟ في اتنين اصلا. مش ساقع يا عم انت فتره كده والله. انا عملت بيبي فيها سخنتها. استنى يا جماعه في حد هنا على فكره. استنى يا جماعه انت بتجري ليه؟ ولا نروح نجيب الوحش تاني؟ حباب. انا اللي فتحت. انا اللي فتحت.
من تحت الارض. ها اكيد ما سمعوناش من صوت الوحش كمان يعني. فتحوا باب او حاجه؟ انا اللي فتحت. الله يحرقك بقى ويلعنك. اوه روح 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 في الحته اللي كانوا فيها اللي احنا كنا بنشوفهم فيها. طلع 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 واحد طلع عند القش ده قدامك ده. مطلع خد كفر خد كفر خد كفر. ممكن مقام عليا على شمالك. موت. شت. وخد هيت. هذاك من على شمالك برضه. موتوا على فكرة. والله اديته واحدة. موتوا موتوا. انا 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 يا جماعة الفيديو مخسرني. جاي علينا بخسارة. جاي علينا بخسارة. This is it. وانت عارفني لما بقول this is it. ريدي. ازيك يا اختي؟ عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ انا هنا بنت؟ بقول لك انت مين ايه ده الواد مذاكر على كتافك؟ انت موز قوي يا عم. الجيم ابتدى يخرب بيتك. في واحد واحد محروق يا جمايك. ده لحمته استوت ولا ايه؟ دو كده مندي مندي لونه لونه برتقاني. اخر واحده منك. ها فوق كده فوق في حد فايت على فكره. فوق يا بنت اللذينه الثانيه صاحبتها. طب ما انا ايمي حلوه اهو. ما بيحصلش ليه في الفايت ده؟ مش عارف انا. ما اعتقدش في حد جوه يا جماعه. بص بص انا هخش داخله اشوف بس هو متدمج ولا لا واخرج. ماشي خليك 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 بالدمج يا مايك. حد قاله طب احنا مش عايزين نجيب عايزين نجيب اي حاجات نحذفه بيها هامر اي حاجه اكس. سمع خطوات حد بيت. حد دخل جوه يا مايك. ايوه حد جوه حد جوه حد بيفايتو. اتنين. ادخل ولا ايه؟ براحتك. هشوفه بس. في حد شافني 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 شافني. شافني يا جماعة خلي بالك. حد ورا يا جماعة بيجينا ورانا. يا لهوي. عاش يا جماعة. عاش 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 عاش. خد هو خد واحدة هيت شوت. ايه؟ ماشي خد بالك بقى عشان في ناس جوه. لسه في اتنين جوه. خدوك من بره برضه بس هما فوق. هما بيفايتوه من فوق. وعدى من قدام العنكبوت. ما عندي سلاسل. قتلت واحد قتلت واحد قتلت واحد منهم. تلتهم الاثنين تلتهم الاثنين. والعنكبوت مات. احمي مكان بقى وانا احمي مكان. انا هتحمي انت ايه؟ طيب انا فوق انا واقف فوق شايف شباك. انا على اليمين شايف انا الستينات. تخليك تحت خليك تحت في الحته اللي كنت واقف فيها دي مع الناس اللي قتلت بيها الواد. 300 في المخرج. انت هو انت بتتحرك؟ انا بتمشى فوق بس لو عندك لا. انت تعالى لي يطلع من الشباك اللي عندي. كنا ناخدها الاول ونمشي. بقول لك ايه؟ ليك تخليك 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 تتحركش ما تتحركريش. انزل خد انا وبص عليه. ليك بص بس بس وراك انا هاخد بتاعه. الاثنين هناك. ورايا 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 ما ورانا عند الباب اللي احنا كنا فيه. 300 300 شايفين واحنا بنجري. هي فايتونا على فكره عندنا عند المكان المخرج. اجي على 300 على طول. هما لسه عند المكان هناك. بص نلاقي ناس هناك اصلا. اكسر يمين بس شويه. مركب اهو. هي المركب دي؟ لا 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 مركب كبيرة مركب كبيرة دم 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 دم. اوفرها. نقتل دول اوفرها. حاسب حاسب حاسب. عارف ايه؟
يا نهار اسود انا بلي. عاش عاش عاش. 5 ثواني وطي. جي جي. نايس. اميزنج جيم. نهار اسود. انا في واحد خد هيت شوت مني وهو بيجري. انا شفته. على فكره هيفشخني. انا شفته ورايا وانا ما كنتش يعني افتكرت جوه صوت جاي من جوه. بص لقيت واحد بيجري. انا لمحت حد عملت ايه متك في الهيد شوت. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. ده يا شباب ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لعبنا هانت شو داون. لو اللعبه دي عجبتكم اعملوا لايك تحت. عايزين نوصل الفيديو دوت ل 500 لايك اتمنى يعني. وتتابعوني على كل السوشيال ميديا. هتلاقوا اللينك الشانل بتاعت جامايكا هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. خش اعملوا لايكات واشتراكات لان هو هينزل فيديوهات وحاجات الفتره الجايه هيستفي بيها على الناس يعني. واتمنى تكون اللعبه عجبتكم. اللعبه صعبه جدا يعني لو انت عجبك اللعبه اكيد تشتريها. لعبه هارد كور من الحاجات اللي انت ممكن تخسر تعيط بس يعني حاجه ممتعه برضه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. و جود باي.